كابتن هيثم عيد، بنرحب بحضرتك في موقع نيو سبورتنج، وبنهني حضرتك النهارده على الفوز على النادي الاولمبي في اول مش في الدوري المرتبط، وعايزين نعرف استعداد الفريق كانت ازاي في الفتره اللي فاتت والتجديد اللي حصل في الفريق السنه دي. بص، هو احنا للاسف البدايه مش احسن حاجه، لان احنا كان عندنا لعيبه في المنتخب سواء كان الصغيرين او الكبار، وكان عندنا اصابات، عندنا بعض الاصابات في اللعيبه مزمنه شويه، اصابات في الظهر، ودي استدعت اننا نبتدي نعالج الناس. اللعيبه الصغيرين اللي هم تحت 18 لما رجعوا منتخبات سواء كان راح اندونيسيا او المنتخب اللي كان في افريقيا، طلعنا 9 بنات، واوريدي في بنتين انضموا لنا من اللي هم مخلصين المرحله. الفرقه في حاله، يعني ما تقدرش تقول تجديد، بس تقدر تقول ان احنا بنطعم، لان احنا اللي فاضل من الفرقه القديمه الكبار غتواري كابتن الفريق، منال، مي حلوه، دول اللي هم مواليد فوق 90. بعد كده بتتكلم في مايا وساره ونور 90 و 90، وبنيجي من الجيل بتاع هاجر ورنا 93 94، دخلنا دلوقتي احنا وصلنا 97. عندنا ناس بوتنشال، بس هنشتغل عشان احنا كنادي بيلعب دايما على الدوري، و يعني احنا بنحاول نجدد ونحافظ على المكان اللي احنا فيه. كابتن، خدنا السنه اللي فاتت بطولات، واكيد النادي عايز يحافظ عليهم وعايز يحافظ على مكانة النادي، او على الاقل بطولتين، يعني مش اقل من كده. حضرتك شايف الوضع ايه السنه دي؟ بص، هو زي ما النادي حابب انا حابب واللعيبه حابه، بس احنا بنلعب رياضه اول واخر. احنا ما احناش وحدينا في الساحه، في انديه كتيره فهمت ان البنات اسهل من الولاد. عندك نادي الشمس، عندك نادي الصيد، عندك نادي الاهلي والجزيره اوريدي في الكومبيتيشن، عندك نادي سموحه، عندك نادي هليوبلس. هتقول انت قلت لي معظم الانديه، هقول لك انت لو ترجع لمنتخبات مصر الناشئين حتى النهارده، الوضع كان زمان او من 5 6 7 سنين فاتت، كنت انت كنادي سبورت موجود في الدرجه الاولى بنسبه 80 90% من المنتخب، ومن بره منتخب لعيبه او 2 او 3. النهارده منتخبات الناشئين انت عندك يا لعيب يا 2 يا 3، فانت النهارده بتتكلم في ان نسبه الربع في المنتخب يمكن 3 من 12، وساعات بيبقوا 2. طب بقيه الناس دي فين؟ بقيه الناس دي هتلاقي 2 في سموحه زيك، 2 في الجزيره، 2 في فالناس ابتدت تشتغل. احنا بنشتغل كنادي في قطاع الناشئين بيشتغل، احنا في الدرجة الاولى بنحاول نطعم، بس ربنا سبحانه وتعالى عمل الدنيا في 6 ايام، في قديم وفي جديد، انت بتحاول تدخل الناس، لازم يكون في شوية صبر، انت بتجتهد. بس انا شخصيا بعمل عليا تجاه هذا النادي اللي انا اتربيت فيه، سواء الناس ردت او الناس ما ردتش، انا شخصيا على مستوى الشخصي انا ضميري مرتاح، بعمل عليا بما يرضي الله، بجتهد، بحاول ان انا اساعد الصغيرين، بحاول اساعد الكبار، بحاول ان انا احافظ على نتائج فاتت. لما تيجي تبص على الدوري والكاس، الدوري والكاس اتلعب من سنه 80 لغايه دلوقتي اتلعب 33 مره. الدوري الاهلي بيفوقنا مرتين، اخد تقريبا 15 مره، احنا قاعدين 13 مره. الكاس هم اخدين 12 تقريبا واحنا اخدين 14، فواحد زي العمليه التبادليه بينك وبين الاهلي. الاهلي اعاد لعيبه كتير كانت مبطله زي واوا، زي مرات المدرب عالية ممكن ترجع، يقال ان هو اشترى بنت من الصيد، ويقال ان هو راح يشتري واحده من هليوبلس، فهو اخد الموضوع بجديه، وعنده ناس في الناشئات. الجزيره اوريدي عنده نفس الشيء، الكومبيتيشن موجود، لو الكمال لله وحده. انت بتشتغل وبتجتهد، اوكي، دي رياضه، هتوصل لفين؟ انا اقول لك عاوز اخد 3 بطولات، طبعا عاوز اخد 3 بطولات، بس ربك سبحانه وتعالى قاسم لك ايه، ربنا هيدي كل واحد على قد ما بيجتهد، وبيدي كل واحد على قد ما بيعمل، ونتمنى من الله ان هو يوفقنا زي السنين اللي فاتت. كابتن، المحترفه الجديده عايزين حضرتك تكلمنا عنها وتصور رايك فيها النهارده.
بص المحترفة الجديدة هي السكاوتنج بتاعها بيقول ان هي لها افريج 20 بونت ولها ريباوند ولها حاجات، بس احنا الفرقة بتاعتنا لسه هي بقى 19 يوم. احنا فرقة بنلعب بسيستم عندنا عيب ان مركز البيفوت ده احنا ما بنستغلوش كما يجب ان يستغل، فاحنا لغاية دلوقتي ما بنستغلهاش. احنا اكتر عندنا بيسموهم البريميترز، احنا عندنا المجموعة اللي بره الشوترز وهم عندهم الشغل الاكتر. يمكن حتى هاجر هي متغيبة النهاردة، لعيب البيفوت بتلعب بره اول مرة، يبقى عندك واحدة كانت مونة بتلعب تحت، هي مش طويلة بس هي قوية، هي هتخش مع الفرقة. النهاردة جابت شوتين لسه، انت ما يعني انت بتكلم مع فرقة مع بعض هي لسه جاية، واخد بالك؟ هي ليها دور محدد، هي مش جاية تكسبنا، هي مش سوبر، هي لعيب يعوض لك جزء من منى، وما تقدرش تحمل على واحدة زي رنيم بنت هيلة مستقبل نادي، بس ما تقدرش تحمل على بنت عندها 16 سنة تقول لها تعالي شيلي فرقة درجة أولى، يبقى حرام عليك. فلازم يبقى في حد بيسند. عندنا مشكلة لغاية دلوقتي ان هاجر كانت راجعة من منتخب عندها بعض المضايقات في ان هي راحت وكانت مصابة، وبالتالي هي لسه ما دخلتش معانا واتخطبت، بس هي مفروض ان هي هتبتدي تنضم. فانت عندك في المنظومة بتاعتك في بعض الخلل. بص هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الحسد. انت السنة اللي فاتت ثلاث ولاد ثلاث بنات، الناس مش هتقول لك يا الناس دي، لا يعني انت يعني انا البداية بتاعتي للأسف الشديد في حاجات بره ايدينا، ولما قعدنا احنا كفرقة نحللها لقينا ان في حاجات بره ايدينا. طب الصغيرين بره، طب الكبار الاصابات، طب فهي المفترض ان الفترة اللي جاية احنا بنتوقع منها ان هي تدينا الدور اللي مطلوب منها. ما هياش سوبر، ما هياش مطلوب منها تعمل شو، لا هي مطلوب منها ان هي تكمل المنظومة وتساعد المنظومة. فيك يا كابتن وشكرا.